بعد الانتهاء من المؤتمر الافتتاحي لبلايستيشن اكسبيرينس 2017 واللي استمر لثلاثة ساعات تقريبا، خليني أوضح لكم بعض الأشياء اللي صارت، وإن شاء الله بحاول أن أخفف على قد ما أقدر. بلايستيشن اكسبيرينس هذا حدث لشيء معين قادم إن شاء الله في المستقبل، وفي ألعاب حلوة وفي ألعاب يعني إني، فأنا جبت لكم كذا ألعاب بسيطة على أساس ناخذ فكرة ونشوف كيف آلياتها وكيف أحداثها. فخلونا نبدأ بديث ستراندينج، ديبرود بيكوم هيومن، مونستر هيومن وورلد، ميجا مان، سول كولبر، ميد إيفل. وخلونا نتكلم أول حاجة مع ديث ستراندينج يلي هي لعبة هيديو كوجيما اللي منتظرة بصراحة. هذه اللعبة شيء خرافي، ماني قادر أصبر وأشوف الجيم بلاي حقها، لكن أسيبكم مع العرض يلي صار في الحدث. صرح كوجيما بأنه اللعبة تحتاج 4 أو 5 ساعات عشان تفهم بس القصة حقت اللعبة، والإشاعات تقول أنه اللعبة يعني جاهزة أنك تلعب فيها جيم بلاي وكذا، وأنه خلصوا من المشاهد وخلصوا من أشياء كثيرة، لكن ما عبروا عن بقية الشخصيات لسه، فالباقي أعظم. ديترويت بيكوم هيومن اللي راح تصدر في ربيع 2018. يقولون هنا يبدو أن نهاية تطويرها قد اقترب، ومما قاله المطور أنها ستحتوي على 3 شخصيات، وكل شخصية لها خصائص مختلفة تؤثر على القصة. يمكن يلمح أن اللعبة لها نهايات متعددة، يا نهايات سعيدة يا تعيسة يا ما انت داري ايش حيصير، فأحب أسيب لكم المشهد هذا التابعه. Okay, so now we can use what we've unlocked. Quick. I know you and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me. That's good. I thought she loved me. But I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel, no. What should I do? Quick. You and you became upset. That's what happened, right? I thought I was part of the family. I thought I mattered. But I was just their toy. Something you throw away when you're done with. What should I do, quick? Listen, I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No. It's not my fault. I never wanted this. I loved them, you know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. I can't stand that noise anymore.
What should I do? يستحسن انه ما اكمل الفيديو على اساس يعني انكم تشترون اللعبة وتشوفونها بشكل عام وتفهمون اكثر المشهد ليه كذا. فنسحب على هذه اللعبة ونروح نشوف اللي بعد اللي هي مونستر هانتر وولد ميجا مان. سلسلة ميجا مان طبعا اكيد من انشاء كابكوم، هذه السلسلة قديمة من ايام البلاي ستيشن 1 وحتى قبل، انا كنت من عشاقها. طبعا النظام هنا مختلف، في عصر ثاني، في عالم ثاني، وراح تشوفون بنفسكم ايش اللي راح يصير. ويلا And that means the Elder Crossing is upon us again. Quite a sight. Just wait till we're finished. Soon, I hope. The Second Fleet always delivers. It's up to you to stop it. This whole operation rides on how well you do that. We can do this. It's an ecological marvel. One that easily dwarfs any I have ever seen. You mean it! I am ready to fight you. Oh, gods. Guide
Well, well, well. He's back. Finally, you can prove yourself as warrior. Greetings, stranger. I'm Death. What do you want, you fleshless creep? Greetings, Sergeant Fortescue. عموما هذا كان ملخص بسيط بس من التجربة اللي أنا شفتها, وفي أشياء كثيرة ثانية مثلا كدعم VR, كألعاب ريماستر, كأي حاجة ثانية, لكن هذا اللي كان عندي اليوم. لا تنسون اللايك ودعم القناة بالسبسكرايب وخلوا الناس تنبسط. كان معكم حسام, في أمان الله.